وبنوصل مشاهدينا لايت سمارت واليوم مع رندا فهد. صباح الخير رندا. صباح النور، لا مبسوطه معك اليوم انا. وانا كمان ينعاد عليكي. وعليكي يا رب. بدي اعيد انا كل لبنانيه ما طلعنا امبارح انه اكون موجوده معكم. ما كنا موجودين. ما راح عليك شيء. بس ما بدي انه يكون اللي حضروه بمطابخ باري لايت يكون ضيافه لجميع هون اللي عم يشتغلوا معنا الشبيبه اللي هي المهلبيه اللايت بس لها علاقه شوي بعيد كثير مهضومة. معايدة إذا فينا نشوفها هون، وأنا من بها المعايدة بحب كون عم عايد كل اللبنانيين. رح أخذ أنا وحدي وهلا بنفرجيه. ثانك يو كثير مهضومة. وبحب ضيف كل الشبيبة هون إذا بحبوا يمرقوا وياخذوا هلا بنضيف الشباب. هلا بعد شوي قالوا هلا بي البيضة والنعنع الأخضر والشو حاطتين على جنب؟ كرامبري أكيد. نحن ببري لايت دائما بنستعمل برز بأكلاتنا. هلا اللي بدي أقوله رولا عن هيدي المهلبية، هي معمولة لتعمل 5 كوبس، كل 5 كوبس بنحط لهم 700 جرام من الحليب اللي بدون دسم، بنحط لهم 20 جرام من المحلل الاصطناعي خالي من الدسم كليا او لايت خالي من الدسم. بنحط لهم محلل اصطناعي حتى كمان مريض السكر يكون عم يتلذذ يكون عم ياخذه 20 جرام، بنحط 50 جرام من الكورن فلاور لانه بدنا شيء كمان يكون عم بيسمك شوي 100%، وبنكون عم نحط مي ورد ومي زهر 4 جرامات ب 4 جرامات. هلا نحن مثل ما بنعرف كيف بنكون عم نحضرها، بنحضر 3 ارباع كميه الحليب مع المحلل الاصطناعي، بنكون نحن عم نخفقه على نار سخنه عم يكون عم يغلي، بعدين بنكون نحن دوبنا الكورن فلاور اما الكورن ستارتش ونضيف عليهم وبنحطهم. هلا لكل كوب هون في 10 جرامات من الكرامبري اللي هو مقصقص المجفف مقصقص ومعمول بشكل العلم اللبناني. فريش كرامبري او هيدا لا درايد مجفف مضبوط. في عندنا اكلات بنستعمل فيها الفريش اللي هو فروزن بالحقيقه بيكون عندنا، او صار فينا نفرجيها او لا بدي فرجيها كثير مهضوم شكلها. عم نستعمل هون الدرايد. فاذا هون بكل كوب في 97 وحده حرارية، وطبعا ما فيها دهنيات، وهون هي مصدر للبروتين 4.81 جرام بروتين، وهي مصدر للنشويات. فهيك حبيت عيد وبلش حلقتي بينعاد عليكي وشكرا على هالحلويات الطيبين. حلا ايامك. ثانك يو. هلا كمان قبل ما بلش موضوعي، في عندنا نحن كل اسبوع رولا بيكون عندنا مسابقه لباري لايت ومفروض نعلن عنها الثلاثه، فنحن ما كنا امبارح اليوم رح اعلن عن اسم الرابح. نحن كان سؤالنا اي في بوتاسيوم اكثر، هل هو بالملفوف او بالارنبيط؟ والجواب كان بالارنبيط. هلا دائما بطلب من شباب اجمالا كثير بنات ونساء بيجاوبوا، بطلب كثير من الشباب يجاوبوا، هالمره كان عندنا عدد من الشباب اللي عم يجاوبوا ولكن اجوبتهم كانت غلط. كلها خاطئه. يا شباب. خلص ما تعذبوا. بحشوا شوي عن الموضوع واعطوا الجواب المضبوط، والرابحه معنا هي هنادي حاج اللي فيها تتصل من هلا لاسبوعين بمطابخ باري لايت لتكون عم تاخذ جايزتها. واليوم دغري بينزل مسابقه جديده اللي هي على النودلز. اي هو في كالوريز اكثر، هل هو الرايس نودلز اما الايج نودلز؟ هاي ما بدها تفكير، وحده منهم فيها كالوريز اكثر، ما بدها تفتيش او بحث. ما هيك. يلا شباب عوضوا عن الاسبوع الماضي 100%. ففيكم اكيد على فيسبوك بيج ام تي في الايف او دي سي دي سي رندا دنيا فهد او باري لايت هيلث سنتر تكونوا عم بتجاوبوا لا تربحوا باسبوع الجاي الكادو الخاصه لكم. اليوم موضوعنا رندا في اراء مختلفه حوله، لانه مفيد بنفس الوقت بكميات معينه ممكن يكون مضر. نعم. اليوم موضوعنا هو على الزئبق. فنحن الميركوري، فالميركوري اما الزئبق نحن بنعرف انه هي ماده او معدن كثير كثير ضار. هو معدن معقول يؤدي للالزايمر، تسمم بالدرجه الاولى، بيعمل تسمم، بيعمل ازمه، بيعمل مشاكل بالكلى، مشاكل بكل الجسم طبعا اذا نحن اخذناه بكميه عاليه. هلا هيدا الزئبق هو موجود بمحلات اللي هي محلات صناعيه طبعا. صحيح. بيكون موجود من زمان، كانوا يستعملوا رصاص اللي بيحطوه بالتم للسنين، كانوا يستعملوا زئبق.
كمان موجود بكثير اذا نحن بنقرا مزبوط بادويه نحن بنحطها على الجلد لتكون عم تنعم الجلد. هون كمان بدنا ننتبه لها، ولكن بكميات كثير قليله وتعتبر مش مضره. مزبوط. هلا اذا حطيناها على جسمنا او اذا تنشأناها رح تكون كميات صغيره وما كثير مضره، ولكن اذا اكلناها هون رح يكون عندنا المشكل الكبير، وهي بالفعل موجوده ببعض المأكولات 100% وخاصه الاسماك 100%. فهون طيب هي موجوده ليش؟ لانه بالمحيطات صار في كثير عندنا البولوشن اللي هو الوسخ اللي جاي من التلوث اللي هو عم يؤدي هيدي الميركوري عم تتحول لماده الاسماك. نعم. عم يكونوا عم ياخذوها. رندا رح نتوقف لدقيقه وبنرجع بنكمل حديثنا. أكيد. عن الميركوري. أكيد. قديه موجود الميركوري او الزئبق بمأكولاتنا؟ التفاصيل مع رندا فهد بإيت سمارت. موجود اكثر شيء بالاسماك؟ بالسمك. فاذا اتفقنا هلا انه هو موجود بالسمك، هيدي اول بارت من القصه. ثاني بارت من القصه انه نحن بحاجه كثير لناكل سمك. نحن بنعرف هلا دائما بنطلب من كل العالم انه يتناولوا مأكولات تحتوي اوميجا 3، والاوميجا 3 بالشكل اللي هو الجسم بيمتصه اكثر شيء هو موجود بالسمك. وطبعا السمك اللي فيه اوميجا 3 واللي فيه بروتينات شو عم يساعد؟ عم يساعد الولاد للنمو، عم يساعد القلب، عم يساعد يوطي التريجلسيرايد، عم يساعد ضد ستروك اما يكون في دبحات قلبيه، عم يساعد نمو الدماغ، عم بيساعد ضد امراض الالزهايمر. فنحن بدنا ناكل سمك ولكن خايفين بدنا ننتبه من كميات الزئبق. مزبوط. هلا بيجي بناحيه ثالثه كمان السمكه فيها شيء كثير كثير مهم رولا هو السيلينيوم. فاذا هون معدن سيلينيوم كمان معدن اخر هو معدن كثير مهم موجود بالسمك. طيب ليش عم بحكي على السيلينيوم وما بدي ضيع المشاهدين؟ كثير شغله هينه لانه بدي خبرهم اليوم خبريه كثير حلوه انه السيلينيوم اللي عم يصير انه هو عم يمتزج مع هالنوع الميركوري المثل ميركوري اللي عم يفوت بقلب السمكه بيمتزج سوا. فاذا نحن وقت ناكلهم رح عم ناكل مثل ميركوري ممزوج بالسيلينيوم اللي هو مانع تاكسد وما عم يخلي هالميركوري بيلغي الاضرار الموجوده بالميركوري. مزبوط. يكون عم يشتغل بجسمنا ليكون عم يضر بجسمنا. فهيدي مثل بشرة عم نخبرهم اياها انه ما بدي يخافوا من تناول السمك. هلا لارجع على هيدا السيلينيوم هو مش بس موجود بالسمك، هو موجود باكلات ثانيه مثلنا المكسرات وبنقول لهم الجوز البرازيلي، موجود اكيد بالسمك بالثوم والسردين، موجود بالاسماك مثل السومو مثلا، موجود بالقريدس، وكمان موجود باللحم الحيواني اذا هيدا اللحم عم يتناول او الحيوان عم يتناول الجراس اما الحشيش. فاذا هون اكثر شيء نحن بنقدر نلاقي السيلينيوم. هلا بنلاقي اكلات فيها سيلينيوم هي ما في له اضرار ابدا سيلينيوم. بالعكس سيلينيوم هو مانع تاكسد، هو لانه عاده الناس بتسمع كلمه معدن وبخافوا. مزبوط. هيدا من المعادن اللي هي كثير منيحه، اللي هي منيحه حتى تشغل الغده بطريقه مزبوطه، منيحه كرمال الشعر الضفير، منيحه كرمال البشره. فاذا كمان نحن بنعرف انه السيلينيوم موجود بالتربه، ففي عندنا ببلدان معينه التربه فيهم فيها كثير سيلينيوم، فبيبقى الزرع تبعولهم بيحتوي على كمية سيلينيوم عالية وهيدا شيء كتير منيح. ولكن نحن ما عم نعرف أي تربة فيها سيلينيوم أكثر من تربة تانية نحن كأشخاص عاديين. فوين بنعرف إنه في سيلينيوم أكثر شيء؟ موجود بالسمكة. فخلينا نكون عم نتناول السمكة لنكون عم نحمي حالنا. فإذا هون هيدي البشرة اللي صار كانت إنه تناولوا السمك ما بدي تخافوا منه. هلا السمك نحن عم نخاف كنا من موضوع الزئبق خصوصا للولاد الصغار. صحيح. لأنه حجمهم هو صغير وخصوصا للإمرأة الحامل لأنه هو بفوت بينصحوا بس بعدة مرات خلال الأسبوع تناول السمك. هلا نحن حتى الجمعية القلب الهارت أسوسيشن هي بتنصح بتناول السمك بتقول على الأقل مرتين بالأسبوع. لكن نحن وقتا نتناوله مرتين بالأسبوع وهي الكمية دايما الإنسان وقتا نحكي عن موضوع بفكر أنه بدي أكل كل يوم من هاي الأكلة وبدي أكل كتير منها، ونحن بنعرف أنه مش ضروري كل يوم. فإذا الريكومنديشن هو مرتين والكمية هي 120 جرام.
طبعا نحن وقت ناكل سمك بالقليل بناكل 200 ل 300 جرام، فنحن اوريدي بمره وحده دوبلنا الكميه اللي نحن بحاجه لها، ولكن مرتين بالاسبوع هي كميه اكثر من كافيه لنحصل على المعادن اللي بدنا اياه. مضبوط، لنحصل على المعادن، لنحصل على السيلينيوم. واذا اكلنا اكثر، انا شخص باكل اكثر، باكل 3 مرات تقريبا سمك بالاسبوع، ما بخاف ابدا لانه السيلينيوم عم يكمش الزئبق وعم يظهره من جسمي. طمنتينا رندا، شكرا لهالمعلومات، ومنشوفك بحلقات مقبله من ايت سمارت. اهلا وسهلا فيك. وفي مشاهدينا، ومن بعدها بنرجع للفقره الرياضيه، خليكم معنا.